ثم ينزل عيسى ابن مريم مسيح الهداية صلى الله عليه وسلم، ينزل من السماء ثم يطلب الدجال فيقتله في باب لد من فلسطين، يقتله وينصر الله الإسلام والمسلمين، ويحكم المسيح عيسى بن مريم بدين الإسلام، بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ويقوى الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام. ثم بينما هم كذلك ظهرت يأجوج ومأجوج، ظهرت يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله عز وجل، فيأمره الله بأن يحرز المسلمين إلى الطور، يأمر الله عيسى بأن يحرز المسلمين إلى الطور، ويقول إني باعث عبادا لي لا يدان لأحد في قتالهم، فيحرز المسلمين إلى الطور ويعيثون في الأرض فسادا، ويذبحون في المسلمين مذابح الذين لم يكونوا مع المسيح عليه السلام. ثم ينزل الله بهم المرض فيقتلهم عن آخرهم ويموتون عن آخرهم، فيفرج الله للمسلمين لذلك.